يلا قوم معنا الخوش، دخلوا دابا المزرعه ونوريكم معلومات على البيض، نولعوكم وحنا كنعاودوا لكم. دخلوا دابا المزرعه، بقاو معنا، الله يجيب التيسير. السلام عليكم شباب، اللهم يسر. المهم اخوان، بالنسبه للبيض عنده واحد الفوائد كثيره ومهمه. اولا نبداو بالطريقه ديال التوجات ديالو. كنشدو بيضه كنسلقوها، كنديرو معاها واحد شويه الملحه. هذيك الملحه علاش؟ باش تطهر لك هذاك الشيء اللي فوق القشره، الا كان شي ميكروب ولا كان شي حاجه صغيره، ولا كانت المهم الا كانت شي ميكروب ولا شي حاجه فيروسات ما كيتحيدوش مع المطيب، كيتحيدو بالملح. مزيان، كنشدو البيضه كنمشيو كنقطعوها على النص، كنخليوها تتبرد ونقدموها للطويرات ديالنا على حسب العدد ديال الطويرات اللي عندنا. كاينين بعض الاشخاص كيحيدوا قشره، لا غلط، قشره راه فيها الفوائد ومهمه للطويرات ديالها. البيضه خويتي نقدمو جوج مرات في الاسبوع، اولا بالمعدل مره في الاسبوع طيله السنه، وفوق التجهيز جوج ديال المرات. ولا كانوا عندنا الفريخات كنخدمو نهار نهار لا، اولا مره في النهار حتى هي ممكن، ماكاينش مشكل. بالنسبه للناس ديال الاقفاص، عندكم تقووا البيض لانه يغلط لك الطوير بزاف، وهكذا غادي تسبب بزاف ديال المشاكل الطويرات ديالك. من بين ديالها انك غادي تشحم الطوير، واللي شويه الا تشحماش غادي تعطيك، تقدر تحصر لك البيضه، يكون مشاكل في الجهاز الهضمي. واذا التشحيم راه حتى هو عنده سلبيات. هذه نقطه. بالنسبه للفوائد ديال البيض العامه، فيه بزاف ديال الفيتامينات وفيه الكالسيوم. الكالسيوم مهم بزاف للانشاء، باش كيفيدها انك تكون بيضه قاصحه. كما كتلاحظوا ان بعض الناس كيخرج لهم البيضه هشيشه ورطبه، وهذا مشكل كبير في الكالسيوم. بالنسبه للذكور كيفيدهم في الخصوبه، وكذلك كنتيواش كيوكلوا بهم الوليدات. فيه حتى انه كيخلي العظيم ديال الطير يكون صحيح، ونتفاداو بكثره تقديم البيض بكثره. حاجه اخرى مهمه هي البيض ما خصكش تقدمو كشر من اللازم. زائد ان البيض الا خليتيه مثلا في القفص ولا في المسرح مده طويله، كيجمع لك التعفنات، كيجمع لك بزاف ديال الامور. يعني هادو هما الفوائد القليله اللي بغينا نقولو ديال الطيور، هو هادشي اللي كاين. خليكم تولاو مع الفريخات على مثال الفيديو، المعلومات راه هما هادو، والله يسهل عليكم. حشي راه ماشي ليكم، شوفو هنا حتى الشنابر راه هما هنا كياكلو الشنبور. اخوان باش كتعرفو الشنبور كمعلومه، كيكون المنقار ديالو مازال مصفاش مزيان، هذاك راه كيتسمى شنيبر. هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى لكم الصحة والسلامة، الله يبارك فيكم، وخليكم تولاو مع الفيديو، والله يسهل عليكم. متنساوناش في لايك كومونتير.